ولنقاش ملف استمراري هجمات ميليشيا الحوثي، ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الكاتب السياسي اليمني نبيل البكيري. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا بكم، مرحبا. انطلاقا من استهداف الناقلة البريطانية في ميناء جدة، ما الدلالة الزمنية والمكانية لهجوم ميليشيا الحوثي عليها؟ لا شك أن استهداف هذه الناقلة هو يقع ضمن مسلسل التهديدات المتواصلة للجماعة الحوثي باستهداف كل ما له علاقة بالمصالح القومية والاستراتيجية للمملكة العربية السعودية. هو يأتي أيضا كجزء من ردة فعل ربما على مسألة مقتل الخبير النووي الإيراني محسن زادة، لأنه داخل في إطار هذه التهديدات. أيضا أن جماعة الحوثي تأتمر بأمر الإيرانيين الذين هددوا أنه سيكون ردهم في أقرب وقت ممكن على اغتيال هذا العالم النووي. ما مصير جهود الحل السياسي في ظل تصعيد ميليشيا الحوثي لهجماتها داخل وخارج اليمن؟ الحل السياسي أنا باعتقادي بعيد المنال في ضوء كل هذه التطورات التي نراها ونشهدها، وخبرة 6 سنوات من الحرب تجعل الحديث عن الحل السياسي وهو الحل الطبيعي في إطار أي معركة في التاريخ. لكن من خلال تجربة 6 سنوات تثبت أن الحل السياسي في الحالة اليمنية أصبح بعيد المنال، نظرا لأن جماعة الحوثي لا تمتلك قرارها، فضلا أيضا على أن التحالف أيضا ليس له هدف من إيقاف هذه الحرب أو حتى الانتصار فيها، هو يريد حرب تظل دون حسم يذكر. نعم، اقتصرت مجمل تحركات المجتمع الدولي ضد ميليشيا الحوثي على الإدانات والاستنكار، كيف يفسر موقف المجتمع الدولي وعدم تحركه فعليا للحد من الدور الإيراني؟ المجتمع الدولي بالأخير هو ليس معنيا بمثل هذه الهجمات، وخاصة أن المجتمع الدولي يرقب له مصالح وله حسابات سياسية، وبالتالي لا يرى أن يعني استهداف السعودية شيء ذي بال أو ذي قيمة، بالنظر إلى أنه يعني هذه حرب اتخذت مسارا أطول، وأيضا الأشقاء في التحالف أيضا هم قصروا كثير في حسم هذه المعركة وكان بإمكانهم حسمها مبكرا، وبالتالي هم يبنوا سياسات عدم الوضوح وعدم الشفافية في هذه المعركة. شكرا جزيلا لكم الكاتب السياسي اليمني نبيل البكيري، حدثتنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.